السلام عليكم الإخوان ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في تحليل الكانتي اللي غادي يكون يوم السبت في الباري فانسن في الجروب 2. 120 ألف أورو، 2715 ديال الخيول المشاركة، كورد أغوش جراند بيست رينيو، الكورسة الخامسة. الخيول المشاركة كما كتشوفوا 15 ديال الخيول، الخيول في ميلات غيكونوا غالي في ميل، وغيكونوا ديال 5 سنوات. بالنسبة لي فافوري غيكون جاست لوف يو، واحد العود شوفال دو كلاس. المشكل ديالو كما كيعرف الجميع اللي تيشاف هذا العود، لأنه متوقف من شهر تقريبا من 2023. واش بريباراسيون العود او لا، واش غيكون بريباري ولا لا، العلم لله اخوتي. كما كتشوفوا لورون كلود ابريفار عاود اللي تيمشي علو دي ايمن الكسندر، دابا غير كبر عليه الاب ديالو. رونتري عاود كلاس ريغيلي 2700 راه عنده غانيو، يعني شهر 12 هو متوقف. تيبقى عاود صراحة، واش غادي يتغلب على ديك لارونتري ديالو ولا لا؟ المنافس ديالو غيكون الرقم 9، تسعود هو المنافس ديالو، لويس بودوا في ميلتاهي هنا في 14، غيكون فيهم واحد فيهم في لاباس. كما كنشوفو كاين الكنز جي سي بيغان جامايكا دورسي رقم 8 كما كيشوف يعرف الجميع، بازير وانيفار. اسبقية الكنز جي سي بيغان، اسبقية الكنز، الويت ضعيف نوعا ما. الويت بالنسبة لي شون لي سيكونت شونس كاين الكات جولي بوبي 6 9 11 دوفا ديستان والان جاسمين ديفو. بالنسبة للزوتسايدر ديال لاكورس الإخوان، كاين 5 و10 و2 و3 و7. بالنسبة للخيول اللي نون سيتي ديال لاكورس كاينين دو شوف، نون سيتي دو شوف أو لا ميتوكار ديالي، كاين 10 و7، جويل كاندل فاك جيب دي بون رقم 7. كاينين جوج الخيل هما لي طوكار ديال لاكورس، كاين 10 و7. تيبقى فقط الاختيارات عند لي فافوري، واش ال 14 او النف. هنا السؤال تيطرح الاجابه ديالو في الميدان، 6 هو الديرنيير مينيت. ربما نقدر نمشي مع الكنز انايا، الكاتورز ما نقدرش نعول له 100%، ولو انه عاود بلوريش عاود كلاس عاود صعيب. المهم خوتي كاين الاونز راه عاود مزيان، كاع الخيول هنا في الفافوري مزيانين. بالنسبه لهاد الكات جابرييل جلوميني جون ميشيل بودوان مدخلين دو شوفو، مواريش 2705 انتريز، عنده 120 كنفيري، يعني عنده واحد المشاركه معاهم في الجرون بري. اي كنت هو ملعوب الخوت، 5 ما عنديش هاد 5، 6 اخوتي دي بوا فوتيف هاد العود ما عرفت اخواني اللي في الفانسن كنهضر فوتيف عنده في الفانسن. المهم ميتو كار ديالي هي 7 و10، داميان بون، وهذا عاود ديال سيباستيان كاراتو قبل ما يولي ديال داميان بون، وعندي جون كاسترو فان ايخو. هو هادو هما لي طوكار ديال لاكور. تيبقى فقط لي فافوري، لي فافوري الاخوان، انا الويت ما بانش ليا في الويت، 6 ما بانش ليا في 6، الكات عندو علامة الاستفهام، يعني ديك 10 7 مع 14 15 9 11 1. تيبقى داك العود داك جون ميشيل بوان كات هو اللي تيبقى شايط. بالنسبه للبلي رابيد شكون فيهم؟ ايكون الكاتوز، الكاتوز هو البلي رابيد ديال لاكورس. كما كيعرف الجميع غانيو الكسندر ابريفار كان سيزيام، جيب دي بون رقم 7 كان دار 8
64 وكذلك الدوفال ديستان كان درناه في يام. دونك كاينه شي حاجه، كاينه شي حاجه اخوان عند كطوس كانت. ما المهم هما اللي عندي اخوتي، انا غادي نخلي داك الكاتورز، الكاتورز غادي نخليه على ود في لا سيليكسيون. 14 15 4 9 11 1 هذوما اللي عندي، وكيبقى معاهم داك العشرة والسبعة هما لي طوكار ديال الماكوس. هاد السيس اخوتي كما كيعرف الجميع جوليان ديفوا ولد لوفيو ماتيو ابريفار، كما كيعرف الجميع هو عاود ريغيلي، عاود ريغيلي اللي عجبو راه غادي يلعبو اخوتي. هذا ما كان بالنسبه للاشياء الاخرى، راه نونسيتي هي 17 من الاشياء الاخرى اللي كنخدموا عليها، رانا نبارطاجيها معكم من اليوم بالليل ان شاء الله. تحياتي لكم، خلينا لكم الراحه ومع السلامه.